مشاهدينا، وللمزيد حول الإهمال الحكومي للقطاع الصحي وهرب المرضى للعلاج إلى الخارج، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور وليد بريسم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم ولمشاهديكم أجمعين. حياكم الله دكتور. معاناة يعيشها العراقيون بسبب رداءة العلاج والدواء في وقت يصرح فيه السوداني أن العراقيين لن يذهبوا للعلاج إلى الخارج، كيف يمكن تقييم القطاع الصحي اليوم في العراق في ظل الميزانيات المليارية التي تخصص للوزارات كلها وبالتحديد وزارة الصحة؟ يعني الأستاذ العزيز، هو هذا هو المضحك المبكي في نفس الوقت. يعني بعد أن كان العراق قبلة الشرق الأوسط من ناحية الخدمات الطبية وحتى دراسة العلوم الطبية في داخل العراق، يعني حتى أيام الحرب العراقية الإيرانية لم يتأثر القطاع الصحي في العراق ذاك، يعني ذلك التأثر. أصبح العراق الآن يعني في مستوى متردي في القطاع الصحي، يعني يكاد يصل إلى مستويات دول في أفريقيا الفقيرة. نعم. يعني ما نذهب إلى أماكن أخرى، صح. إلى دول عالم ثالث فقيرة. هذا البلد الذي كما تفضلت تمتع بميزانيات انفجارية، وما هي أسس أي دولة وأسس أي سلطة غيرها؟ هو الأمن، أمن المواطن، ومن ضمنه وأهم أجزاء الأمن هو الأمن الصحي، إضافة إلى ما يتبع ذلك من أمن اقتصادي وأمن آخر. لكن الأمن الصحي هو عصب الحياة لأي مجتمع يروم العيش بكرامة وعزة كالمجتمع العراقي، الذي يعني قطاعه الصحي يعني وضع على أسس من أحدث الأسس في العالم منذ منتصف خمسينات القرن المنصرم أخي العزيز. طيب هنا أيضا هو نعم تفضل. اللجان المالية البرلمانية يعني ترشح أن تكون ميزانية 2023 هي الأعلى في الميزانيات التي منذ الاحتلال ولغاية اليوم، بلغت 200 تريليون دينار ما تعادل 140 مليار. كم سيخصص منها لوزارة الصحة؟ وكم سيخصص من هذه المبالغ المرصودة لوزارة الصحة بتنفيذ المشاريع الحقيقية وبناء المستشفيات وتوفير العلاج والأدوية؟ يعني الأستاذ العزيز، أولا احنا يعني ليخصصوا ما يخصصوا، لكن ما هو الواقع؟ يعني كم سيصل من هذا المخصص بالطريق والتقنين الصحيح للنهوض بعملية تنمية صحية، إعادة بناء النظام الصحي المتهرب في العراق؟ يعني أعطيك مثل بسيط أنا لحجم الكارثة. فقط بغداد حسب منظمة التطوير الأمريكية، التطوير والتنمية الأمريكية، هذه منظمة جدا محترمة ومتخصصة، يعني بخصوصا تركز على العراق وسير التنمية في العراق. فقط بغداد يحتاج لها 71 مستشفى أخي العزيز، فقط بغداد. فتخيل كيف على مستوى العراق. أين هي المخصصات التي تذهب لبناء البنى التحتية المتهرئة الموجودة؟ حتما ستكون من نصيب الفساد والمنتفعين وقيادات ميليشيات هنا وقيادات أحزاب هنا. يعني هذا ما تعودنا عليه من هذه المنظومة الفاسدة. طيب دكتور، هنا أيضا لو نناقش قضية تكلفة علاج المواطنين خارج العراق، كم تكلف كسكن وكسفر وكمستلزمات عدا عن الأمور الطبية والصحية التي يطلبها من دول أخرى؟ لو كانت صرفت داخل العراق المبالغ التي يخصصها المواطن في الخارج؟ يعني أستاذ العزيز، أصبح العراقي ليس فقط معرضا لابتزاز، يعني هنالك ابتزاز. أنت يعني يمكن حتى الجريمة المروعة اللي شفناها من على شاشات التلفزيون في الهند، أصبح العراقيين مستهدفين بالقتل والسلب والنهب، إضافة إلى دول الجوار مثل إيران وعمليات الابتزاز والنصب والاحتيال اللي يمر بها العراقي حتى يوصل إلى مكان العلاج. طبعا هذه أموال بمئات الملايين من الدولارات تستنزف من داخل الدخل القومي العراقي وتلقى في دول يعني كانت هي بصراحة يعني ما تأتي إلى مصاف نصف ما كان يتمتع به العراق من تأمين صحي وتطور في القطاع الصحي بصورة عامة. طيب طبعا هذه أموال. في المقابل الحكومة تؤكد أن القطاع الصحي في تطور مستمر داخل العراق، لو كان الأمر كذلك فلماذا تتضاعف أعداد المرضى الذين يرغبون بالعلاج إلى خارج العراق؟
يعني استاذ العزيز احنا تعودنا من هذه المنظومه، هي منظومه ديماغوجيه شعبويه، اوكي، خطاب شعبوي مليء بالكذب المقيت والضحك على الذقون وعمليه التخدير. اين هو التطوير؟ انا باتصال مستمر مع اخواني وزملائي في العراق، واين هو التطوير؟ يعني اين هي حمايه المواطن؟ اين هي حمايه الكادر الطبي من قبل وحوش العشائر المحتميه بالميليشيات؟ أين كل ذلك؟ ذكر دكتور حضرتك الميليشيات، إلى أي مدى ترى دخول الميليشيات على خط تجارة الدواء وتهريبه له دور في الأزمة التي يعيشها المواطن العراقي؟ بحسب مصادر حكومية فإن تجارة الدواء في العراق التي تستفيد منها الميليشيات والأحزاب المتنفذة تحقق لهم 3 مليارات دولار سنويا. لا استبعد هذا الشيء اخي العزيز، لانه هم مسيطرين على معظم المفاصل وعلى معظم المنافذ وعلى، واصبحت المساله اسطبوطيه، يعني اذرع ممتده في كل مكان. ولذلك انت يعني تشوف حتى مثلا الزملاء اللي تسلموا منصب الوزير، يعني لم يستطيعوا اكمال مسيرتهم بسبب تداخل عمل الميليشيات والاحزاب ونفوذها في داخل الجهات التنفيذية والسيطرة على منافذ الاستيراد والتوزيع. فطبعا هذا يغتالون من وراءها، يعني ولم لا؟ يعني هو أي قطاع في العراق لم يتم الاستيلاء عليه من قبل هذه الأطراف؟ يعني فلماذا يكون القطاع الصحي استثناء؟ طبعا يغتالون، ولربما هذا الرقم مبسط أعتقد يعني. طيب، بحسب وزارة الصحة نفسها فإن عدد مشاريع المستشفيات المتلكئة يصل إلى نحو 61 مشروع، من المسؤول عن تعطيل هذه المشاريع المتلكئة مع الميزانيات المنصودة للوزارة؟ هي منظومة الفساد والبيروقراطية المغطية لمنظومة الفساد. وطبعا تعرف أنت كل مشروع يتلكئ ما دام أنت تمر في منظومة متضخمة من البيروقراطية، والتي في كل محطة فيها مرتشي أو مرتمي في حضن ذلك الحزب أو ذاك يريد أن يستفيد. هذا هو أساس التلكؤ. يعني القطاع الصحي ليس بمعزل عن بقية القطاعات الأستاذ الفاضل، القطاع الصحي حال أي قطاع متلكئ في العراق، لن يستطيع تنفيذ المشاريع بالوتيرة المطلوبة ما دام نفس المنظومة ونفس آليات إدارة الدولة هي التي تسيطر على مقدرات العراق. إن لم يكن هنالك منظومة قيادية حقيقية، وأقصد مثلا المنظومة القيادية الصحية في العراق، والتي هي هذه يمكن نجرد لها حلقة كاملة، عملية قيادة القطاع الصحي والطبي في نفس الوقت، لأنه هذه الاستراتيجيات أخي العزيز تبدأ من التمويل وتنتهي بالدراسات الميدانية، وبين هذا وذاك هو عملية بناء منظومة البنى التحتية. فطبعا أنت عندك منظومة متهرئة بالبيروقراطية والفساد فتتلكئ. طيب دكتور، في سؤال أخير وسريعا لو سمحت، يعني كيف سيؤثر استهداف الأطباء وعدم توفير حماية لهم من قبل الحكومة في أن يهاجر الأطباء ولا يجد المريض العراقي اليوم من يعالجه ويكشف عنه؟ طبعا هو هذا عملية يعني اللي يسموها برين درينج، يعني باستنزاف العقول. فطبعا هاجر زملائنا، الكثير من الزملاء هاجروا وأتوا إلى أوروبا بعد خصوصا بعد عام 2003، يعني خصوصا أقولها صراحة بعد عام 2006 هي، ولا يزال يعني الكثير يعني في طور الهجرة أساسا. بسبب انعدام الأمن يعني. نشكركم الشكر الجزيل من أوسلو، الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور وليد بريسم، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.